أعرب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبد الكريم العيسى عن تأييد الرابطة وهيئتها ومجالسها لما جاء في بيان القمة العربية الإسلامية عن حق الشعب الفلسطيني في نيل الحرية والدولة المستقلة ضمن إطار زمني محدد. وأكد عبد الكريم العيسى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وسريعة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم، مشيرا إلى أن قرار القمة لكسر الحصار عن غزة وفرض إدخال قوافل المساعدة إليها واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.